اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام من جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه، ولكن كما هي العاده بعد اهم العناوين. نقرا في الهيئه: خلال الاشهر الثلاثه الماضيه تسجيل 1347 اصابه بحبه بغداد في ديالى. المدى عمليه امنيه لملاحقه 1000 داعشي ينشطون في محيط الحويجة. وفي كتابات طهران مخطط الاحتجاجات الإيرانية وضع في أربيل. في موقع الجزيرة نت: قتل مدنيون بالغوطة وغطاء روسي لتقدم النظام في إدلب. أما في العربي الجديد: عشرات آلاف النازحين بلا مأوى شمال غربي سوريا. وفي القدس العربي: طائرات مسيرة تستهدف قاعدة حميميم الروسية في سوريا. وفي صحيفة الحياة: مؤلف كتاب نار وغضب، ما كشفه الكتاب سيطيح ترامب عن رئاسة أمريكا. قالت هيئة علماء المسلمين في بيان نشره موقعها الإلكتروني، قالت إن صورة العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة غير صورته السابقة أو غير صورته السابقة، فهو يقبع بكل مؤسساته في ذيل إحصائيات القوائم العالمية والمعايير الدولية ومؤشراتهما على كل الصعد، فسادا وتدميرا للبنى التحتية وسرقات وقتلا واعتقالات جائرة وكبت للحريات وهلم جرا. أكدت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة في الذكرى 97 لتأسيس الجيش العراقي أن صورة هذا الفشل الذي يخشى البلاد تتمثل في وجود جيش استبدل العقيدة العسكرية المهنية بعقيدة الطائفة والإملاءات التعبوية الخارجة الحاقدة التي تصل إلى التمثيل والتنكيل بجثث القتلى. وأضافت الهيئة في بيانها أن مما زاد السوء سوءا تأسيس جيش آخر غير نظامي رديف مكون من ميليشيا الحشد الشعبي ذات البناء والتوجه والأهداف الطائفية البحتة، فضلاً عن القيادة الخارجية لها والتوجيه الإيراني لما يخدم أهداف النظام الإيراني التوسعية في المنطقة وبعيدا عن المصالح العراقية البحتة. وعبرت الهيئة في البيان الذي استحضرت فيه تاريخ بناء العراق عن أملها بأن أبناءه سيعودون لبناء وطنهم وجيشهم ومؤسساتهم عندما يتعاضدون ويكونون يدا واحدة ضد دولة الباطل القائمة ويقررون الاتفاق على إرادة التغيير ونبذ الظلم والطغيان. مدن عراقية تغوص بعنف الميليشيات. بهذا العنوان نشرت صحيفة العرب الجديد تقريراً عن الوضع الأمني في العراق، إذ ترفض الحكومة العراقية وكذلك السلطات الأمنية الربط بين تصاعد مستوى العنف المجتمعي والجرائم في مناطق جنوب العراق والعاصمة بغداد، وعودة أكثر من 60% من مقاتلي الحشد الشعبي إلى منازلهم مع أسلحتهم الشخصية بعد انتهاء القتال المباشر مع تنظيم الدولة. وما زال نحو 45 ألف عنصر من ميليشيا الحشد الشعبي يتواجدون في مناطق حدودية مع سوريا على امتداد 550 كيلومترا، وكذلك مناطق صحراء الأنبار وجزيرة الموصل وجرف الصخر وبيجي ويثرب. وتشي التقارير الأمنية العراقية الصادرة عن وزارة الداخلية وكذلك وثائق ومحاضر رسمية بارتفاع معدلات الجريمة والعنف في مناطق جنوب العراق إلى 3 أضعاف خلال شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. وتتهم الشرطة أفرادا من الحشد الشعبي بالوقوف وراء أكثر من نصفها، وتتصدر محافظات ميسان والبصرة وبغداد وبابل وذقار أعلى معدل للعنف غير المصنف ضمن الإرهاب،
بواقع 87 جريمة، بينها 19 جريمة قتل عمد و13 جريمة شروع بالقتل أفضت إلى إصابات، فضلا عن جرائم سرقة وسطو مسلح أو اعتداء على عناصر أمن وموظفين مدنيين في أثناء أداء واجبهم. ووفقا لتقرير للداخلية العراقية، اطلعت العرب الجديد على مقتطفات منه، وبحسب ضابط رفيع في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ردود الفعل العنيفة تطغى على أفراد الحشد الشعبي، وبعضهم يطلب مضاعفة احترامه في المنطقة أو المدينة أو الحي الذي يسكن فيه. يشير آخر إحصاء للميليشيات العراقية المنضوية تحت ما يعرف بالحشد الشعبي إلى وجود 69 فصيلاً لمجموع مقاتلين يبلغ 113,000 مقاتل، من بينهم ما لا يقل عن 9,000 يدعمون نظام الأسد في سوريا، ذلك بحسب مصادر رفيعة من داخل هيئة الحشد الشعبي التي يشرف عليها فالح الفياض، والذي يحمل أيضاً صفة مستشار الأمن الوطني في مجلس الوزراء. العراقي أحد الأصدقاء المقربين من الأسد حسب صحيفة العرب الجديد. عبر العراقيون لفترة من الزمن بعد 2003 عن اشمئزازهم ونفرتهم من التنظيمات الحزبية أيا كان شكلها أو لونها، فقد ارتبطت الأحزاب لديهم بما عانوا منه لما يزيد عن 3 عقود سابقة من الزمن على يد نظام الحزب الحاكم والوحيد، لأن الأحزاب عادت ليست بصيغة حزب حاكم ووحيد، وإنما بصيغة أحزاب متعددة لا تتنافس بل تتقاتل من أجل الاستحواذ على السلطة وليس غير. تطورات ليس من السهل تفسيرها، ولكن هذا ما حصل وهذا ما كان. فقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التي تقدمت للحصول على إجازة مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من 200 حزب، كما جاء في مقال للكاتبة لهاي عبد الحسين في صحيفة المدى. والحق أن لم يحدث أن أساء طرف إلى نفسه كتنظيم بقدر ما فعلت معظم الأحزاب السياسية العراقية التي حصلت على إجازة لها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في العراق. فماذا يعني أن يكون هناك مثل هذا العدد الكبير من الأحزاب، بحيث يبدو وكأن هناك حزبا لكل شلة وجماعة؟ وعلى الضد من التوقعات التي عبر عنها عدد من المشتغلين في مجال الدراسات الاستراتيجية، فإنه لا يزال مبكرا جدا القول إن العراق يشهد تناميا بالنزعة الوطنية وابتعادا عن الرعاة الأجانب، ويمكن تصنيف هذه الأحزاب في قسمين رئيسيين تتبعهما تصنيفات حلزونية المسار، مما ينبئ بدورات لا نهاية لها. على وجه العموم تقع هذه الأحزاب في 3 فئات رئيسية، هي الدينية والعرقية والعلمانية المدنية، إلا أن الديني ينشطر على الفور في تفرعين رئيسيين، هما الأحزاب الإسلامية والمسيحية. ينشطر الإسلامي في تفرعات تقوم على أساس مذهبي شيعي وسني، فيما ينقسم الشيعي إلى تفرعات داخلية ليس بينها ما هو مختلف من حيث جوهر العقيدة الدينية المذهبية الشيعية. تضيف الكاتبة: هل تساءل مؤسسو هذه الأحزاب حول القضايا التي يمكن أن تقودهم وتميزهم عن سواهم، أم أن الجهد سيبقى رهن الاتصالات الشخصية والعائلية والعشائرية والمذهبية لتأمين توجه ناخبين لتصبغ مناطق بأكملها بصبغة معينة، مستغلين بذلك براءة الناخب وأحيانا كثيرة سذاجته، وبخاصة على مستوى المناطق الشعبية والريفية؟ أليس حرياً التوجه لكسب ثقة الناخب العراقي بدلاً من استغلاله من خلال حسم الموقف في قضايا جوهرية يقف في مقدمتها جدل الدين والدولة، التغيير والإصلاح، الطقوسية والإبداع أيضاً؟ سيتذكر الكرد طويلاً أن عام 2017 كان أشبه بنكسة لأحلامهم بإقامة دولة كردية مستقلة، بعد أن اعتقدوا أن ذلك بات بمتناول اليد على وقع الاستفتاء الذي جرى على الانفصال. ولعل ما حصل سيذكرهم بمصير جمهورية مهاباد الكردية قبل نحو نصف قرن، تلك الجمهورية التي لم تصمد سوى 11 شهرا قبل أن تدخل قوات الجيش الإيراني إلى عاصمة الجمهورية
وتعتقل قادتها وتعدم معظمهم. إنها صورة الأقدار التي تكرر نفسها عميقا في ذاكرة الكرد بحثا عن حلمهم الذي ما ينفك ينطلق من جديد مع كل انتكاسة، كما يرى الكاتب خورشيد دلي في مقال في موقع الجزيرة نت. أدخل الانهيار السريع لقوات البشمركة في كركوك أمام زحف الجيش العراقي والحشد الشعبي إقليم كردستان في مرحلة جديدة هي الأصعب له منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ولعل منظر فرار الآلاف من العائلات الكردية من كركوك شكل عنوانا لهذه المرحلة الجديدة، حيث الخوف من بغداد رسخ نفسه من جديد هاجسا دائما في الإقليم بعد أن غاب ذلك مع انهيار حكم صدام حسين. فالعلاقة مع التحالف الشيعي لم تنتهي فحسب، بل تحولت إلى عداء على وقع الأصوات المطالبة بمحاكمة قادة الاستفتاء بما في ذلك مسعود البارزاني. وعليه يمكن القول إن خسارة الإقليم تجاوزت الواقع الميداني إلى الفضاء السياسي، فعلى وقع انهيار العلاقة مع بغداد يعاني الإقليم من فقدان للموارد وحصار إقليمي. فالدولتان الجارتان إيران وتركيا لم تكتفيا برفض الاستفتاء، بل تحالفتا مع بغداد لا في فرض الأخيرة سيطرتها على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها فحسب، بل في الإصرار على بسط سيطرتها على جميع المعابر الحدودية مع الخارج بما في ذلك تلك التي لم تكن تحت سيطرة بغداد طوال المرحلة الماضية التي أنشئت مؤخرا مع المناطق الكردية في سوريا. يضيف الكاتب: وإذا ما كان جرى قد غير من حدود خريطة الإقليم لصالح بغداد وشروطها التي لا تنتهي لبدء حوار مع أربيل، فإن خسائر الإقليم على المستوى الدولي لا تقل أهمية عن خسارتها الإقليمية. فالرهان على الموقف الأمريكي لم يكن إلا سرابا، حيث اكتفت واشنطن بالقول إنها لن تنحاز إلى أي طرف بعد أن اعتقدت قيادة الإقليم أنها ستقف مع تطلع الكرد إلى دولة مستقلة. لم يتوقع سوى القليل من المحللين والكتاب أن تؤدي التظاهرات الأخيرة رغم جديتها واستمرارها وسعة انتشارها إلى إسقاط النظام، ولكن كثيرا منهم كانوا متيقنين بأنها ستكون نقطة فاصلة بين إيران ما قبلها وبين إيران ما بعدها، بالإضافة إلى أن صعوبة الظروف المعيشية والسياسية والاجتماعية هي التي أخرجت الجماهير عن صبرها ودفعت بها إلى الاشتباك مع مجاميع الحرس الثوري القمعية. فإن النظام بغبائه وغروره أضاف أسبابا أخرى أكثر خطورة يصعب التكهن بقدرة الإيرانيين على نسيانها ومسامحة النظام عليها، حسب ما يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. استخدام الرصاص الحي لردع المتظاهرين وقتل بعضهم والتهديد بإنزال الجيش والمواجهات والمعارك التي حصلت بين الجماهير والحرس الثوري والاعتقالات الواسعة خصوصا بين صفوف النساء المتظاهرات وطلاب الجامعات لابد أن تشعل المزيد من نيران الغضب الشعبي ومن إصرار الجماهير على المواجهة، ولابد أن تدفع نظام خامنئي إلى انتهاج أحد سلوكين، فإما أن يزداد عنادا ويضاعف عنفه في الداخل وفي الخارج معا لتأكيد قوته ومنعته وصعوبة إسقاطه، وإما أن يضطر إلى التخفيف ولو جزئيا من دعمه للميليشيات والأحزاب الخارجية، ثم يجبره ذلك على أن يرخي قبضته قدر المستطاع على الحكومات التي تخضع لوصايته لامتصاص النقمة ولتحقيق بعض التصالح مع الجماهير. ولكل حالة من الحالتين تداعياتها اللاحقة وإفرازاتها التي تحدد عمر النظام وطبيعة المعارك المقبلة التي ينبغي له مرغما لا راغبا أن يخوضها. من الأدلة القوية على نجاح المتظاهرين في إصابة النظام بالذهول وبالخوف من أن تتحول الاحتجاجات إلى طوفان سياسي يسقطه مثلما أسقط غيره في المنطقة، فحالة الاستنفار القصوى والانفعال والتوتر والاضطراب التي جعلت جميع أجهزة النظام تسارع إلى عقد الاجتماعات والمشاورات لاتخاذ القرارات وإعداد الخطط التي يمكن أن توقف المد الجماهيري الذي اقتحم لأول مرة مدناً كانت عصية مثل قم وكرمانشاه، إضافة إلى العاصمة طهران. والأكثر تعبيراً عن الجدية التي عمل بها تلك الاحتجاجات وإعازه
بإخراج عدد من المسيرات المؤيدة في عموم البلاد، أغلب المشاركين فيها من طلبة الحوزات ومنتسبي البسيج والحرس الثوري. نبقى مع تداعيات الحراك الشعبي في إيران. الشعب يتسول والمرشد يدعي تمثيل الرب. بهذا الهتاف خرج المحتجون من الشعب الإيراني بعد أن نفد صبرهم بما يعيشون من واقع مرير وحياة بائسة تم استغلالها من قبل النظام الملالي، نظام الولي الفقيه، الذي عمد على تبديد الميزانية الضخمة التي تتمتع بها إيران وصرف تلك الأموال الطائلة لتمويل الميليشيات التي زجها في حروب التوسعة والتآمر على دول الشرق الأوسط لتصدير ما يسمى بثورة إسلامية إليها، حسب الكاتبة منى الكاظمي في مقالة لها بموقع كتاب. فلم يعد الشعب مغفلا بعد اليوم، لتنطوي عليه الأكاذيب المقدمة بالغلاف الإسلامي المزور التي يطلقها نظام الملالي المجرم، بل طفح الكيل وجرى الطوفان بعد أن تجاوز عامل الخوف والتهديد ليخرج بهذه التظاهرات المليونية الحاشدة صارخا بأعلى صوته: الموت الموت لخامنئي، معلنة بذلك رفضها الصريح لمن اعتبر نفسه ناطقا باسم الرب، وعلى الجميع الخضوع والانقياد لأوامره. فأين الإعلام المنصف الذي يدعي نشر الحقيقة كما هي؟ أين القنوات الفضائية التي كانت لا تهدأ مع الثورات العربية والربيع العربي؟ أين الحسابات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي التي كان من المفترض أن تستمر بنشر صوت الغضب للشعب الإيراني منذ أن بدأ ثورته في أول يوم؟ هل نكتفي بالسكوت والوقوف متفرجين أمام ما يحصل من تعتيم وتستر على ما يحصل من قمع الشعب المنتفض وتهديده عبر رسائل الهاتف النقال؟ تضيف الكاتبة: أين العرب من إخوانهم في الأحواز المهمشين الذين ذاقوا المر لعقود طويلة على يد النظام المجرم؟ اليوم على الجميع أن يسجل موقفه مما يحصل في إيران، إما السكوت والرضا عن ظلم المتجبرين أو مساندة صوت الحرية ومساعدتهم للوصول إلى ضفة النجاة. أرميثون راج كان دائما الحرص على مظهره خاصة شعره، لكن بسبب تعرضه لضغوط شديدة في العمل ازداد تساقط شعره مما أصابه باكتئاب يقدم على الانتحار شنقا. ووفقا لما ذكره موقع جان مان الهندي نقلا عن تقارير الشرطة، تعود أسباب الانتحار للشاب الهندي من مدينة مداري بولاية تاميل نادو أقصى جنوب الهند إلى تساقط شعره بكثافة حيث أقدم على شنق نفسه. تعرفت الشرطة على المنتحر يدعى أرميثون راج، 27 عاما، يعمل مهندس برمجيات في شركة من بنغلاديش. أكدت والدة راج أنه كان يحرص دائما على مظهره وبخاصة شعره، فقد كان يشتري المستحضرات للعناية به واستعمل الكثير من الأدوية لمحاربة تساقط الشعر الذي نتج من فترة. أشارت إلى أن الحزن الدائم بسبب هذه المشكلة سيطر عليه، وأصيب في الأسابيع القليلة الماضية باكتئاب شديد، كان يبكي بحرقة لفقدان شعره، وفوجئت والدة المهندس به معلقا في سقف غرفته صباح يوم إجازته. إلى الكاريكاتير.
في أمان الله.